عندك معلومه الفتره الحاليه بيتم تجهيزهم او اعدادهم ولا هم موجودين في البيت بيتمرنوا ولا ايه الوضع بالظبط؟ انا شفت التصريح للمهندس هشام حطب تقريبا بيقول ان احنا مستعدين، هو بيقول كده بيقول ان احنا مستعدين لكل الاحتمالات، وان احنا خلال 48 ساعه هنحدد هنعمل ايه، ايه البرنامج اللي ممكن نعمله لابطالنا، هل هنشوف مكان زي ونأهلهم فيه. بس هي الفكره كلها هنا، انت هتأهلهم لايه؟ هي دي النقطه، لايه انت هتعمل ايه؟ هل هتأهلهم منتظر يعني مثلا تأهلهم لمده 3 اسابيع لحد ما القرار يطلع، فالقرار لو طلع مثلا اعداد بعد سنه فتقولوا انت مستنوا شويه لحد ما نشوف هنعمل ايه، ولا انت مستني القرار انه يطلع ونقول لك لا ما هنرفض التاجيل، وده خيار مستبعد على فكره، خيار مستبعد ابقاء الاولمبياد في ميعادها بالنسبه لي على الصعيد الشخصي هو خيار مستبعد تماما. مفيش معقوليه في انك تتكلم ان 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 الموضوع ده هيخلص بين يوم وليله، عشان الناس عشان الاولمبياد تتلعب لازم تتكلم في ان الناس دي على الاقل خلال شهر تبدا تدريباتها. هم ما بيتمرنوش دلوقتي، والوضع صعب صعب، خاصة لو بتتكلم على بطل أولمبي، وفي فرق كبير جدا ما بين بتتكلم على دوريات وما بين بطل أولمبي، دي نقطة مهمة جدا. تمام. لاعب الكرة ممكن يتغلب على بعض الحاجات، ممكن احنا كجماهير وكنقاد نتقبل فكرة ان اللاعب ممكن يلعب 3 أسابيع أو 4 أسابيع مش في التوب فورم، ان المباريات اللي هيلعبها عارفين ان احنا الراجل راجع من شهر قاعد في بيتهم، النهارده اكيد طبعا في تمارين بيعملها في البيت، اكيد مش قاعد مريح طبعا، اكيد في كل واحد ليه برنامج سواء غذائي او برنامج لياقه او بتتكلم، فانت بتتكلم في ان لاعب على الاقل على الاقل عنده 50% من اللياقه البدنيه بتاعته لو رجع. تمام. وال 50% دول يجوا، الباقيين طبعا يجوا بالتاهيل وبالمباريات لو حصل. طب انا مش كنت لسه بقول لك في تسريبات في موضوع التأجيل؟ قرار رسمي خلاص؟ لا لسه التأجيل لسه القرار الرسمي ما طلعش من اللجنه الاولمبيه الدوليه، لكن انا هديك تصريح مهم جدا اتقال على صحيفه ديلي ميل في بريطانيا على عهده اللي صرح ويليام كينيدي، ده اقدم اعضاء اللجنه الاولمبيه المنتخبين من سنه 1978، وحاليا هو رئيس لجنه البث الاولمبيه من 2014، وكان اول رئيس للوادا وكان رئيس اللجنه الاولمبيه الكنديه. ماشي. طلع تصريح على الديلي ميل قال فيه اولمبياد طوكيو مؤجله حتى عام 2021. انا لسه بتكلم معاك قلت لك على الصعيد الشخصي مستبعد الموضوع ده تمام، بس علشان انت بتتكلم فيه يعني انت لما اتكلمت معايا قلت لي قرار رسمي وتسريبات، لا انا بقول لك عشان يطلع قرار رسمي لابد ان يكون في حاجات هتتاخد. انا مش مختلف على فكره على مبدا انا معاك ان هي هتتاجل، تقصد ان لو خدوا قرار بالتاجيل مش تاجيله بس، هتاجيله وهيطرحوا بعض الملفات معاه. اصل هم دول ما بيحكموش بعقليه الناس اللي في اتحاد الكوره عندنا. اجل وبعدين نشوف او الغي وبعدين نشوف. ما تخلي الناس في اتحاد الكوره في حالها. طيب لا 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 بقول لك دول مش زي يعني دول لما يجوا هياخدوا قرار لازم يكون في نتائج مترتبه عليه، فلازم يشوف مصير النتائج المترتبه ثم ياخد قرار، انما احنا هنا بنضرب كرسي في الكلوب ونيجي نلم بالازاز بعد كده. هو حد في طب ده ملف اللجنه الاولمبيه الدوليه، اعتقد بهذا التصريح يعني رايحين في نفس السكه اللي كنا بنتكلم فيها. احنا رايحين في السكه دي. طيب والاستعداد على حسب هنشوف الفتره الجايه، اذا كان تم التاجيل اصلا يبقى الاستعداد اصلا حاليا ملوش اي معنى او اي قيمه، لان البطوله تؤجل لمده سنه. التاجيل الاولمبياد ده بيدي الفرصه وبيمنح الامل شويه ان الدوريات في العالم كله حتى لو اتاخرت انها تكمل. عشان كان في شيء ضاغط ودايما كنت تسمع هنا في اتحاد الكوره يقول لك لابد ان احنا ننهي او نخلص الدوري قبل الاولمبياد. مظبوط. خلاص الحجه راحت. لا هي خلاص، بص كل شيء كنت متخوف منه قبل اول مارس دلوقتي ما هتفرقش كتير. انت عارف اللي انا متخوف منه ايه؟ ايه؟ ما احترمنا الكامل يعني ان الاوضاع الحاليه ديت وما احترمنا الكامل ليهم ان الاوضاع الحاليه ديت تساهم في استمرار اللجنه المؤقته فتره اطول.